خلاص هنتكلم عن الهاند تول ان شاء الله. الهاند تول لو فتحنا الصورة دي مثلا كده، خلاص الهاند اهي كل فائدتها انها بتحرك لك الصورة لما تكون في وضع زوم اكبر من مقاس الشاشة زي ما انت شايف كده. ماشي، لو عملت فيت سكرين الصورة هتبقى من جميع النواحي في مقاس السكرين بتاعتك. لو عملت 100% هيجيب لك ايه زوم، برغم ان احنا على الهاند تول بس هي قريبة قوي من الزوم تول، هيجيب لك زوم على ايه 100% اللي هي اقصى مقاس قبل ما الصورة ايه تبكسل منك، اللي هو المقاس النهائي بتاع الصورة. لو عملت فول سكرين هيوازن لك حسب الصورة هل هي عريضة ولا مطولة، هيوازن لك الايه الويتس بتاع الصورة يمين وشمال في مقاس الشاشة بتاعتك. خلاص، بمعنى انه مفيش سكرول تحت، يعني مفيش حاجة مستخبية، لو حركت يمين او شمال هتلاقي خلاص الفراغات بتاعت الورك سبيس بتاعتك. ماشي، هو ده معنى فول سكرين. تمام، طيب سكرول اول ويندوز معناها ايه؟ معناها ان انا لو فاتح اكتر من صورة ماشي عندي صورتين مفتوحين اهو. ده اسف، انا صورتين مفتوحين. طالما انا معلم على سكرول اول ويندوز، لو انا عملت كده المفروض هلاقي التانية حصل لها برضو ايه سكرول، اهي صورت معايا. لو عملت زوم كده، لا اسف، هي مالهاش علاقة بالزوم، هي سكرول اللي هي تحريك السكرول بار، يعني كده يمين مثلا كده هتلاقي التانية اتحركت معايا برضو على اليمين. لو جبت تيكر شمال على اقصى الشمال هي هتيجي، يعني مثلا هتيجي. خلاص يمسك كده اهي، وضحت، لان هي دي وظيفه الهاند تول في الاساس، نتحرك يمين وتحرك شمال. خلاص، ده معنى سكرول اول ويندوز. طيب دي دلوقتي كده خلاص على اليمين، لو انا لغيت سكرول دي برضه على اليمين هجيب دي شمال، هرجع الاقي دي اليمين، لان انا لغيت الاوبشن بتاع سكرول اول ويندوز. ماشي، خلي بالك هو هنا البرنامج اللون انا ما غيرتوش زي ما هو، زي ما الديفولت بتاعه اللي هو الفيرجن الجديد، علشان ايه انت لما تيجي تستخدمه ما تلاقيش، ما تحسش ان في اختلاف. لو انت عايز تغيره انت عارف بنغيره منين المفروض، يعني حلو الكلام. يبقى ده معناه ايه سكرول اول ويندوز. طيب في اوبشن تاني تحت منها او تول تانية عبارة عن روتيت فيو تول، تقريبا هي بالظبط، دبل كليك على الهاند تول يعمل لنا ايه فيت سكرين. الروتيت بتلف الشاشة، واخد بالك؟ طبعا هنا ما تلفتش ولا حصل فيها اي حاجة، ادي واحدة ايه لفت شمال والتانية لفت يمين. ماشي، ممكن اتحكم في موضوع زاوية الدوران من هنا، ممكن ادخل من هنا الزاوية اللي انا عايزها اللي مثلا 45. واضحة؟ طيب نفس الحكايه روتيت اول ويندوز، نفس الفكره بالظبط. محتاج كارت شاشه بس عندك هيجيبها، يعني عندك كويس. ماشي، يبقى ايه لما بتعمل روتيت هيعمل روتيت بنفس الدرجه، حتى تلاقيه هنا ما اتغيرش، يعني 29 هتلاقيه برضه 29. خلاص، ممكن اعمل هنا ريسيت فيو في ايه يظبطها لك، او ان انا اعمل دبل كليك عليها من هنا فيعمل لها ايه ريسيت. خلاص، هنا نفس الحكايه. ماشي، سهله. طيب نيجي بعد كده على الزوم تول. الزوم تول يا سيدي، في عندك الزوم ان وزوم اوت. زوم ان يعني بيكبر وزوم اوت يعني بيصغر. الديفولت ان انت لما بتكليك وبتعمل دراج يمين وشمال بيعمل زوم ان واوت بالطريقه دي على اي واحده فيهم. ماشي، ده الديفولت. طيب لو انت عايز تلغي الاوبشن ده هتلغي سكرابي زوم. لو لغيت سكرابي زوم دي، لو انت على الزوم ان لما تيجي تكليك وتعمل تسحب يمين او شمال هيعمل لك، هيرسم لك الويندو دي اللي انت شايفها،
الويندو دي بمنتهى البساطة الحاجة اللي انت راسمها حواليها هيعمل عليها زوم. لو انا عايز اعمل زوم اوت هرجع بالزوم اوت، بس الزوم اوت ما بترسمش ويندو، ما عنديش علم ليه. هتكليك خلاص. لو رجعنا للسكرابي هترجع للايه، الوضع الايه الديفولت اللي انا بقولك عليه، فاهمها؟ يعني تكليك وتسحب يمين او شمال فيعمل ايه، زوم ان وزوم اوت. خلاص، لو ما عملش الحركه دي يبقى انت مش معلم على السكرابي ايه، سكرابي زوم. هنا يعني بيعمل برضه زوم اوت بمجرد الكليك، لكن مش مرتبط بمكان معين غير المكان اللي انت بتعمل فيه كليك. خلاص، انما في الزوم ان هيرسم لك الويندو دي. ماشي، فانا لو عايز اعمل زوم على الجزء اللي فوق ده هرسم حواليه الويندو دي، هيروح جايبه لك مقاس الشاشه بالظبط. تمام. طيب في بقى ريسايز ويندوز تو فيت. هنا الويندوز اللي هي دي، دي النوافذ اللي احنا فاتحينها جوه البرنامج. طبعا انا عامل لها هنا اهوت ايه ستاك او مرتبها جوه البرنامج بحيث تبقى ايه ظاهره في اقصى المساحه بتاعت الورك سبيس بتاعتي. لو انا مصغرهم كده اهوت عامل لهم مثلا حاجه زي تايل او كده اهوت تو هوريزونتال او حاجه زي كده، خلاص بحيث ان انا ايه مش عامل لهم سناب جوه البرنامج او مش مدخلهم جوه البرنامج، يعني الويندو حره كده. فلو انا معلم على الاوبشن ده بتاع ريسايز ويندوز تو فيت، لو انا عملت زوم زي ما انت ملاحظ ايه بيكبر اهي، فاهم ازاي؟ هو بيظبط حجم الويندو على مقاس الايه الزوم بتاع الصوره. لو صغرت صغر معاه، فاهم ازاي؟ لو كبرت زوم ان بيكبر معاه، وهنا نفس الحكايه اهو صغر، فاهم ازاي؟ هو بيظبط ايه الويندو. طيب لو لغيت الاوبشن ده خلاص لغى، هو بيكبر وبيصغر الصوره، وهنا يظهر لك على طول السكرول بار لان هي الصوره بقت اكبر من مقاس الويندو، فاهم ازاي؟ ما ربطش بقى ايه الزوم بتاع الصوره بايه بالويندو، هنا ضربت منه على طول لانه ايه ظبطها عليها. فانا ارجعهم تاني ايه في مكانهم. طيب زوم اول ويندوز نفس الفكره بتاعت الايه الهند. انا عملت على دي زوم، هتلاقي التانيه برضو زوم. لو عملت زوم ان زوم اوت صغرت يعني، هتلاقي دي زوم اوت برضو. خلاص، طبعا هتلاقي واحده اكبر من التانيه لان هو بيصغر بنفس النسبه، ملوش دعوه بمقاس الصوره الاصلي، فاهم قصدي؟ يعني هو مقاس للرؤيه بس مش مقاس مقاس الفعلي للصوره او مقاس لملف العمل. خلاص، ده معنى ايه زوم اول ويندوز. طبعا حاجه زي كده بنستفيد منها في ايه، لما تكون فاتح صورتين او صوره عملت عليها تعديلات معينه وبعدين عايز تعمل ايه منها نسخه تانية عشان تعمل عليها تعديلات تانية، فانت عايز تعمل مثلا وش شخص عايز تعدل على العين، فعايز تكبر العين او تجيبها في مقاس الشاشه، فبدل ما تقعد تفتح، طبعا عملت مثلا نسختين ماشي، بدل ما تقعد تفتح كل واحده فيهم وتعمل زوم على العين، لا انت بتعمل زوم اول ويندوز وهو بتعمل زوم على واحده هنا نفس الصوره تقريبا. خلاص، بتعمل زوم على واحده فيهم وتفتح الثانيه او الثالثه او العشره اللي هي نسخ من نفس الصوره، وايه هتلاقيه برضو عامل لك اوتوماتيك زوم على نفس المنطقه اللي انت شغال عليها، فهمتني؟ هذه كل الفايده بتاعتها. ونفس الحكايه في عندك الثلاث اوبشنات بتوع الايه 100% زوم وفيت سكرين وفي ايه وفول سكرين برضو عشان يظبط لك الايه العرض على مقاس الشاشه، بحيث ان انت لو حركت ده يمين او شمال هتلاقي في فراغات هنا اهوت، بمعنى انه خلاص الصوره خلصت على كده، لكن لو حركت ده فوق او تحت الصوره عشان مطوله، لو الصوره بالعرض هتلاقي برضو انه في فوق وتحت فراغات، لكن يمين وشمال الصوره او اسف هتلاقي فوق وتحت الصوره مظبوطه بالظبط، لكن يمين وشمال هتلاقي ان الصوره متداريه ورا البرنامج او جوه الورك سبيس بتاعتك. خلاص، البريسيت فولدرز انا مش هتكلم عن الجرافيك تابلت دلوقتي، خليه عشان هو لسه فيه شوية حاجات. ماشي، البريست فولدرز هو الفولدر اللي بيبقى فيه كل السيتنجز بتاعت، فاكر لما اتكلمنا عن البراشز واللي هي الفرش والجريدينت اللي هي زي كده درجات الالوان اللي بنعمل بيها تدرجات، اتكلمنا عن الحاجات دي قبل كده ما كناش اتكلمنا عليها، فهي متخزنة جوه البرنامج، وكذلك الاشكال دي
اللي هي شيبس، مجموعه عباره عن مجموعه من الاضافات جوه البرنامج احنا بنستخدمها جاهزه، زي مثلا مجموعه الاشكال الجاهزه شيبس اهي، دي اشكال جاهزه انت بترسمها بشكل جاهز جوه البرنامج، حاجات زي كده ماشي، موجوده في كل الاصدارات ماشي. وحاجه زي تدرجات الالوان، انت ممكن تعمل تدرج اي تدرج لون انت عايزه، يعني ممكن تختار من هنا مثلا اي لون انت عايزه وتعمل اي تدرج انت عايزه، او بتختار تدرج جاهز من التدرجات دي. لو مش عاجباك في نوت قايمه كامله من التدرجات اللونيه. اللي انا عايز اقوله لك الحاجات دي بتبقى متخزنه فين جوه البرنامج، لان احنا احيانا بنجيب حاجات من عندنا او من على النت ونحتاج ان احنا نسطبها، فاهم قصدي؟ فهنجيبها منين عشان نسطبها؟ طبعا في طريقه ان انت تسطب من جوه البرنامج نفسه، لود، وتختار مكان الايه الجريدينت اللي انت عايزها، بتبقى فايل بامتداد جي ار دي مثلا، البراشز بتبقى فايل بامتداد اي بي ار، البراشز اي بي ار ماشي، بتختار مكانها، بتبقى حاجات ما هياش جايه ديفولت في البرنامج، فانت لو ما سطبتهاش من جوه البرنامج مهم ان انت تبقى عارف مكانها فين عندك على الويندوز، بتبقى موجوده في عندك على السي بروجرام فايلز طبعا ادوبي اهو، ثم فوتوشوب، واخيرا بريسيتس. الحاجات دي بيسموها بريسيتس بمعنى اعدادات جاهزه، فاهم قصدي؟ فهتلاقي هنا وات البراشز دي اهي، هتلاقي كلها حاجات اي بي ار زي ما انت شايف كده، الجريدينت زي ما قلنا جي ار دي اهي، التدرجات اللونيه كلها جي ار دي، وهكذا بقى بقيه الحاجات متسطبه، كل ده متسطب، انت ممكن تضيف عليها، تجيب عليها حاجات تانيه، اه بالظبط، يا اما تضيفها هنا، ممكن تجيب البراشز اللي انت عايزها من هنا، يعني تاخد البراشز اللي انت جايبها من على النت تنسخها وتحطها هنا، وبعدين تقفل البرنامج وتفتحه هتلاقيها موجوده، هتلاقيها موجوده فين؟ موجوده هنا، لو انا مختار براش اهي، دي القايمه بتاعت البراشز اللي متسطبه حاليا، لو انا ضفت حاجه جديده هتظهر لي هنا في القايمه دي، فاختارها فتظهر لي هنا، يظهر لي محتوياتها هنا، خلاص؟ ممكن تعمل لود من هنا اهو، لود، بختار الفولدر اللي انا حاطط فيه البراشز واحطها جواه، بعد ما تعمل لود هتفتح الفولدر ده هتلاقيها موجوده هنا، فاهم قصدي؟ المهم انا عايزك تعرف مكانها فين على السي، هو ده المهم دلوقتي، لكن من جوه البرنامج دي سهله، احنا مش فاكر قلناها قبل كده او لسه هنقولها، لسه هنقولها ماشي. طيب رولرز والجايدز، موضوع بقى ايه المساطر، بتيجي هنا من قائمه فيو وتختار حاجه اسمها شو، ثم تختار من هنا هو رولرز، او تضغط على كنترول ار، شورت كات بتاعها كنترول ار، اللي هي المساطر. دلوقتي ملف العمل اللي انا فاتحه ده زي ما قلنا وحدة القياس المستخدمة هي السنتيمتر ماشي، فعشان كده هتلاقي المساطر بتاعتك اللي هي ظهرت فوق على فوق والتانية على الشمال، واحدة فوق واحدة على الشمال، هي دي المساطر. المساطر دي متدرجة حسب برضو بالسنتيمتر عشان يبين لي مقاس الايه الصوره بتاعتي. لو جيت هنا على انفو واخترت سنتيمتر عشان اختار واحد القياس اللي هتظهر لي بيها، دلوقتي مقاسات الصوره بيقول انها 16.9 حوالي 17 × 25، بمعنى ان عرض الصوره دي 16 سنتي. طب هما فين ال 16 سنتي؟ كده المساطر خلاص متدرجه بالسنتي، فين ال 16 سنتي؟ لو ضغطت على مسطرة على سبيس في اي وقت وانت مختار اي تول تانية غير الهاند تول هيجيب لك الهاند تول بشكل مؤقت ماشي. انا على الموف تول اهي، لو على اي تول تانية ضغط سبيس هيجيب لك ايه هاند تول ماشي. طيب اهي المساطر دي فيها نقطة الاصل اللي هي ايه، اللي هي صفر وصفر، صفر وصفر جايين عند حرف الصورة من فوق على الشمال،
خلاص. وبالتالي لما تيجي هنا اهو تعد تلاقي ان دول 16 سنتي تقريبا، و9 من 10 حوالي 17 سنتي ماشي. والطول هتلاقيه زي ما هو موجود حوالي 25.4 اهو. لو جيت هنا كده بص، حرف الصورة جاي عند الصفر، وتحت خالص تلاقيها تقريبا 24 او 25 ماشي. يبقى دي المساطر بتبين لي المقاس اللي انا شغال عليه، لكن دي مش اهمية المساطر قوي يعني، دي مش هتفيدني قوي. اهم حاجة في المساطر هي الجايدز، ان انا بجيب منها حاجة اسمها الجايدز او الخطوط الارشادية. ان انا كليك على المسطرة من فوق او الرولر واسحب وانزل كده لتحت، او لو انا عايز احط تحت خالص برضه اكليك شمال واسحب وانزل تحت. وهنا نفس الحكايه بالنسبه للرولر اللي على الشمال، اكليك واسحب واجيب كده، واكليك واسحب واحد تاني واجيب كده. خلاص كل ما كليك يجيب لي، كل ما كليك يجيب لي. قبل بس ما اخش في الجايز عايز اقول لك ان انا ممكن احرك نقطه الاصل دي وانقلها لاي مكان تاني. يعني مثلا لو انا عايز اخد المقاس من اي نقطه في الصوره، كل اللي هعمله ان انا هكليك نوت على الكورنر ده واسحب كده. دي مش جايدز، ده انا بتحكم في مكان نقطه الاصل. واجي هنا واسيب، هتبص تلاقيها على طول راح مغير لك اماكن الصفر هنا وهنا، حطها لك مطرح ما انت سبت. فمثلا لو انا عايز اقيس من النقطه دي هسحب هنا كده، انطبق على بعض فجاب لك الصفر هنا والصفر هنا عشان اعرف المقاس بتاعي. فاهم قصدي؟ انت الفكرة؟ طب لو انا عايز ارجعهم تاني عند حرف الصورة، دبل كليك هنا. سهلة؟ ان انا بعرف بشكل تقريبي مقاس الصورة. نقطة الاصل بتعرف عشان تقيس، ما انت هتقيس منين؟ لازم يبقى في بداية. انت عايز تعرف ان دي عرضها 16 سنتي، طب من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين؟ فاهم قصدي؟ وبعدين انا دلوقتي جايبها من النص مش من فوق. فعندك الرولر اهي بتقول لك خلاص. اهم حاجه فائده الرولر مش المقاس، يعني المقاس ده حاجه ارشاديه، اهم حاجه هي الجايدز اللي بتطلع من الرولرز. بعد ما طلعنا الجايدز انسى الرولرز خلاص. خلاص طبعا انا ممكن ابقى خايف الرولرز، كنترول ار فما تظهرش، فما اعرفش اجيب جايدز. طب اظهرها منين؟ كنترول ار. عرفت ازاي ان هي كنترول ار؟ اهي الشورت كات بتاعها كنترول ار ماشي. في حاجة تانية اسمها كنترول اتش، كنترول اتش بتظهر وتخفي الاكستريز. اكستريز يعني كل الاضافات زي الرولرز والجايدز، كل لا ما عدا الرولرز، الجايدز بس والجريد لسه هنشوفها بتختفي لو انا ضغطت على اكستريز. خلاص عشان كده هو حاطط لك الرولرز هنا في قائمة فيو لوحدها ماشي. هنرجع تاني للجايدز. طيب لو انا عايز احذف الجايد اعمل ايه؟ زي ما جبته اكليك عليه بس لغايه لما يبقى الكرسر بتاعه على شكل سهمين كده، واسحب وارميه على الايه؟ الرولر او تحت او يمين. يعني لو هو افقي ممكن اسحبه يمين او شمال. لو هو ده لو هو راسي اسف، لو هو افقي فوق او تحت اختفى. ماشي؟ ما ينفعش اسحب اتنين جايدز في نفس الوقت كده، ده مش هيجيب لي جايدز، هيحرك النقطة الاصل بس ماشي. طيب انا بستفيد ايه من الجايدز دي؟ الجايدز دي زي ما بقول لك خطوط ارشاديه بس بتعرفني المساحه اللي انا شغال فيها. اهم حاجه بنعملها بالجايدز دي ان انا مثلا بعمل هامش للصوره اتحرك جواه خلاص، بحيث ايه لما مثلا عايز اعمل اي ديزاين والديزاين ده هيتطبع غالبا انا ببقى عامل مثلا لو كاتب كلام او حاجه انا مش عايز الكلام ده يجي على الحرف. فاهم قصدي؟ بحيث لو حد هيمسك الورقه دي يتنيها بتاع ما يبقاش الكلام على الحرف بالظبط، بحيث انه ايه لو حته اتقطعت من طرف الورقه حته اتنت يبقى الكلام مقري. فانا ببقى عايز اسيبها مش سنتي نص سنتي. كمان في الطباعه لما بيجي يطبع طبعا هو بيقص الورق ده، ممكن لما يجي يقص يروح شايل ملي 2 ملي من الديزاين، واخد بالك؟ فانا بحط بعمل لنفسي هامش بحيث ابقى ايه في المنطقه الامنه يعني، واشتغل الديزاين بتاعي جوه. حاجه تانية ان انا بستفيدها من الجايدز دي ان انا مثلا لو انا عايز اشتغل على منطقه معينه جوه الديزاين بتاعي وعايز اظبطها، منطقه
مربعه او مستطيله او مستقيمه. فباجي بعمل سيلكشن، والسيلكشن ده لو انا جيت عند التقاطع ما بين الاثنين جايدز هيعمل سناب. سناب يعني انجذاب بالظبط، ده المكان بالظبط، فاهم قصدي؟ وممكن اعمل لير واملاها لون، خلاص بقى عندي لير كامله. ممكن ان انا استخدم برضو الجايدز في ان انا اعمل اللاين او محاذاه لللير دي مع اي حاجه تانية، مع اي لير تانية. لو اخدت لير تانية كده اعمل الاثنين ايه، محاذاه مع بعض خلاص باستخدام الجايد، سواء فوق او تحت. ونفس الحكايه واحده يمين واحده شمال، المهم ان هم ايه على نفس السطر، بيلزقوا في الخط اللي هو الجايد. لو انا عملت الحكايه دي يدوي من غير ال من غير ال الجايد مش هعرف اظبطها كويس، مش عارف فين بالظبط، فاهم قصدي؟ بل جايد بيساعدني عشان هو اسمه جايد، مرشد، واخد بالك؟ طيب ده النوع العادي من الجايدز. في نوع تاني اسمه سمارت جايدز، المرشد الذكي. عبارة عن ايه السمارت جايدز ده؟ عبارة عن خطوط اللي هي الحمراء دي اللي بتظهر. لو انا ما عنديش الخطوط الجايدز اللي هي العادية دي اللي انا بجيبها من المسطرة، لو المسطرة نفسها مش ظاهرة مش مهم، في عندك خطوط بتظهر اوتوماتيك اللي هي الحمراء دي، ملاحظة؟ برضو دي بتساعدني في ان انا اعمل محاذاة لأي حاجة في اي اتجاه، واخد بالك؟ هما طبعا عشان الاتنين قد بعض فعمل لك تلات خطوط حمر يبين لك فين اليمين وفين الشمال وفين في النص بالظبط. لو جيت هنا اهوت بص جاب لك بالظبط، عشان ايه؟ تحاذيهم. لو خدت جايد عادي هتلاقيهم فعلا طلعوا بالظبط، مهما تكبر هتلاقيهم بالظبط على نفس الحرف، ملاحظ؟ مفيش واحده متحركه بكسل عن التانية، واخد بالك؟ طب لو هما مش قد بعض نفس الحكايه برضو شغال معايا، سيبك من ده اهو، اقصى اليمين جابها لك، طب اقصى الشمال على طول اول ما اتحرك ناحيتها بيروح ظاهر لك على طول السمارت جايد. طب في النص، هو هنا ظبطها على في النص بتاع الايه، اهي في كذا نص يعني بالنسبه له، ممكن يجيبها لك في الربع كمان مش في النص، اتحرك كده بشكل افقي بشكل راسي، حتى لما بتلزقهم في بعض بيظهر لك جايد ما بينهم، شايفه؟ بالعرض المفروض ان في جايد في النص بيظهر اهو، مش عايز يظبط في النص اهو، ماشي ظهر في النص، يبقى انت كده ظابطهم في النص بالظبط. وبعد كده ممكن تحرك بشكل رأسي عشان تظبط، خلاص. في حاجة كمان في الفيرجن الجديد، لو انت ضغطت على كنترول وحركت الكيرسر بتاعك جوه هيظهر لك السمارت جايدز دي بطريقة تبين لك كل حاجة مكانها فين بالظبط، والمقاسات ما بين كل العناصر اللي قدامك على الشاشة. انت شايف كده، شايف كل حاجة مقاس دي قد ايه بالنسبة لدي فين. لو في عندك لير مستخبية ورا في الورك سبيس بتاعتك بص ظهرت برضه عشان يبين لك حدودها فين وقد ايه مستخبي منها، والمقاسات بتاعت كل حاجه، ملاحظ؟ اه كنترول بس، انا كل اللي عملته ان انا حركت بس الكيرسر جوه مساحه العمل او جوه الورك سبيس، ماشي؟ شايف انت المنقط الجايدز المنقطه دي بيبين لك كل حاجه قد ايه، يعني لو انت عايز تعمل مربع في المنطقه دي المسافه قد ايه، والتقاطعات بتاعت كل حاجه ماشيه ازاي، واللاير دي مستخبي منها قد ايه، وهكذا. لو انت عايز بص ملاحظ ان هما الاثنين حصل لهم، شايف جاب لك دي عند دي بالظبط. لو عايز تحرك لفوق اهو في تقاطع ما بين الجايدز في بعضها عشان البوز بتاع دي عند دي بالظبط، مهما تكبر مفيش مش هيخلفوا، شايف منتهى الدقه. فطبعا السمارت جايدز بتساعد كتير عن الجايدز العاديه، فاهم قصدي؟ ولذلك احنا دايما بنستخدم الجايدز العاديه في حاجات بسيطه زي موضوع الايه الهوامش
اللي انا قلت لك عليها، ان انا اعمل حاجه زي كده مثلا وخلاص. واحيانا بستخدم السمارت جايدز عشان ارص او ارتب العناصر بتاعتي جوه الايه الديزاين زي كده، وبعد ما ارصهم اروح جاي عامل جايد عليهم عشان يعني اللي هيبص على الديزاين او انا لما ابص على الديزاين ابقى عارف ان هم على نفس الخط، لان السمارت جايدز ما بيبقاش ظاهر طول الوقت، فاهم قصدي؟ لكن انا ما استخدمتش الجايد العادي عشان ارسمهم بالطريقه دي، واخد بالك؟ دي فكره الجايدز. طبعا في عندك في الاوبشنز ان انت ممكن تغير اللون بتاع الجايدز في البريفرنسز من اديت، وتغير اللون بتاعها الديفولت من هنا، اختار اي لون انت عايزه او اختار اي لون تاني لو مش عاجبك الالوان دي. ماشي. هيستوري اند ارت هيستوري براشز. طيب احنا اوريدي اتكلمنا عن موضوع الهيستوري ده قبل كده، هنقوله تاني. لو انت عملت اي تعديلات في الصورة بتاعتك، اي تعديلات ماشي، ولو انت بقى كده وعملت حاجات وبتاع ومش عارف ايه، كل حاجه بتعملها بتتكتب في الايه في البانل اللي اسمها هيستوري، اللي بتيجي طبعا من قائمه ويندو، اهي هيستوري هي دي اللي احنا فتحناها، وبالتالي كل حاجه، وبيكتب لك اسم التول اللي انت استخدمتها براش تول ماشي، وبيرتبهم لك حسب الايه الحاجات اللي انت عملتها الاكشنز اللي انت عملتها. لو انت عايز تتراجع عن اي خطوه زي الاندو بالظبط ترجع وهكذا ماشي. لو عملت كنترول زد هيرجع اهي. ايوه، ما عشان كنترول زد، كنترول زد بيرجع خطوه واحده، وكنترول زد تاني يطلع لك الخطوه دي قدام، فاهم قصدي؟ لو انا عايز ارجع بقى كذا خطوه يبقى ايه الت كنترول زد ماشي. في حاجة مهمة في الـ في الـ الهيستوري، ان انا بعمل حاجة اسمها سناب شوت. يعني ايه؟ يعني انا عملت تعديلات كتير وعند لحظة معينة عايز اخد لقطة من الفايل بتاعي عند اللحظة دي، عند التعديلات اللي انا عملتها، لان انا لسه هكمل تعديلات، بس احتمال اكون محتاج ارجع للوضع ده، ما هوش وضع البداية خالص ولا هو وضع اخر نهاية اخر حاجة في التعديلات بتاعتي، لكن حاجة في النص، فبضغط على الكاميرا دي فبيعمل لي هنا هو حاجة اسمها سناب شوت، وبعدين هاجي اكمل التعديلات بتاعتي كده. انا عملت تعديلات اهي خلاص، وهو فعلا كمل في نفس القائمه بتاعت الايه الهيستوري. طيب لو انا عايز ارجع البدايه خالص، هختار الايه اسم الفايل بتاعي من الاول، اللي هو من قبل ما اعمل اي حاجه، من اول ما فتحت الفايل ماشي. لكن لو انا عايز ارجع للحظه اللي انا كنت مسجلها، اللي انا واخد لها سناب شوت، كليك عليها فيجيبني هنا اهوت. لو انا عايز ارجع لاخر حاجه انا عملتها بعد السناب شوت، كليك على اخر ايه حاجه هنا ماشي. لو انا عايز احذف اي ستيب اضغط على ايه ديليت اي ستيب، هي كلها ستيبس خطوات ماشي، تحذف. ولو انا حذفت واحده في النص كده هيحذفها ويحذف لك الايه اللي بعدها خلاص. طبعا ممكن اعمل سناب شوت عن طريق القائمه دي، اختار من هنا هو نيو سناب شوت، او عن طريق الكاميرا، وممكن اسميها اسم تيست، اقول له اوكي فاروح اعمل سناب شوت تانية، وارجع اكمل تعديلات، وارجع لتيست ابص الاقي ايه رجعني نفس السناب شوت اللي انا خدتها، هي برضو هنا، بس هو هنا مسميها سناب شوت عشان ده الديفولت ماشي. خلي بالك ان دي الصورة اللي هو حاطط عليها علامة الهيستوري براش دي، دي الفايل الاصلي، دي مش سناب شوت، ده الفايل الاصلي قبل ما نعمل عليه اي تعديلات، ممكن احتاج ان انا ارجع له بدل ما اضطر ان انا اقفل الفايل، او ممكن ان انا اكون سيفت وانا شغال كده اهوت سيفت، واخد بالك؟ فلو قفلت الفايل وفتحته تاني هيرجع لي زي ما انا مسيف عليه. طب انا عايز ارجع من الاول خالص، بس مش هينفع ان انا اقفل وافتح تاني لان انا سيفت، فاضغط على ايه؟ على اول حاجه فوق اللي هي ايه؟ هو انت لو سيفت الصوره الاصليه تتغير؟ اه ولا
لا اتغيرت، الاصليه اتغيرت الا لو انا سيفت في مكان تاني، انا فاتح صوره من فولدر وسيفتها في مكان تاني حلو، بس الملف المفروض انك بتسيف بصيغة على الصورة، حسب. لكن التانية صورة أصلية. لا مش بالضروره، على حسب، ممكن الصوره الاصليه اجيب جي وانا مسيف شيء اجيب جي، ما سيفتش بي اس دي، فابقى انا خسرت الفايل خلاص. دي كده ايه الهيستوري بقى.